أعزائي مشاهدي قناة القدس السلام، أسعد الله أوقاتكم. اليوم الأربعاء 31/3/2021 من أمام فندق فلسطين في وسط مدينة الخليل، مدينة خليل الرحمن، أمام فندق فلسطين مقر إقامة عبد القادر الحسيني في ساحة البلدية. مدينة الخليل هي من أكبر مدن الضفة الغربية، ثاني أكبر مدينة في فلسطين بعد غزة مساحة وعدد سكان. أهم مواقعها الحرم الإبراهيمي الذي يوجد فيه مقام سيدنا إبراهيم إسحاق وزوجاتهم. تقع مدينة الخليل وسط فلسطين إلى الجنوب، ترتفع 940 متر عن سطح البحر، تتبعها 1000 قرية فلسطينية. مدينة الخليل تتبعها 1000 قرية فلسطينية، وهي التي تربط بلاد الشام بمصر مرورا بسيناء. يعني مدينة الخليل هي ممر إلى مصر من بلاد الشام. تقع مدينة الخليل على سفحي جبلي الرميدة وجبل الراس، وبينهما وادي التفاح. تبعد عن مدينة القدس 35 كيلومتر جنوبا، 46 كيلومتر غرب نهر الأردن، 152 كيلومتر جنوب مدينة جنين، 229 كيلومتر غرب مدينة الكرك. مدينة الخليل، وأمامنا أيضا الحواجز العسكرية والمستوطنات في مدينة الخليل. وهذا هو فندق فلسطين مقر إقامة عبد القادر الحسيني في ساحة البلدية القديمة. لا ننسى تفعيل زر الجرس، دعوة صالحة منكم إن شاء الله لنستمر بفيديوهات قادمة. كان معكم الأستاذ أمجد علقم من مدينة الخليل. القدس تهديكم السلام.